استاذ شاهو. مساء الخير. مساء النور، يسعدني مساك. اشكرك. السلام ورحمه الله. حدثنا استاذ عن منتجات شاهو المستخلصه من الاعشاب الطبيعيه بكردستان العراق اربيل. اهلا وسهلا بكم. منتجاتنا يستخلص من النباتات تنمو في كردستان العراق، ناخذ المستخلصات النباتيه ونرسلها الى المانيا، وهناك يتحول إلى منتجات كاملة ويرجع كما موجود أمامنا. منتجاتنا يتكون من شامبو بنوعين، مع مرطب وشامبو بدون مرطب للشعر الجاف والشعر الدهني، وعندنا هير تونيك أقوى من الشامبو واستعماله موجود معها، ولدينا كريم الحواجب لتقوية حواجب السيدات واللحية والشوارب عند الشباب. طيب استاذ، حدثنا شلون حصلت منتجات شاهو على براءة الاختراع العالمية والشهادات أيضا؟ بعد حصولنا على نتائج بدائية من فعالية منتجاتنا ومشاورتنا مع أهل الخبرة والاختصاص وتوضيح الصورة الكاملة لأهمية الموضوع، فكرنا بأن ندخل في مجال حماية حقوقنا. فحاولنا، هنا ما كان موجود قانون براءة الاختراع، وإخواني كانوا موجودين في ألمانيا، ودخلنا في فكرة تسجيل براءة الاختراع، وحتما إخواني كان لهم سيد قلندر وسيد عبد الكريم دور كبير للحصول على شهادة براءة الاختراع، وحتى في الإنتاج، ولا يزال في الإشراف على الإنتاج والتوزيع. منتجاتنا طبعا أثبتت سلامة استعمالها بالنسبة لكل الأعمار ولكلا الجنسين، وفعلا وقت مناسب. لماذا؟ لأن ليس فقط الكورونا والألعاب، وإنما استعمال الأصباغ والجير والمواد الكيميائية بالنسبة للشباب والأكلات الفاست فود الغير صحية، أكيد كلها هذا تأثر على صحة الشعر. فمنتجاتنا طبعا ضرورية الاستعمال كحماية، الوقاية خير من العلاج. يعني قبل ما يصيب بتساقط الشعر أو يكون عندها الأعراض، بإمكانه أن يستعملها ويحمي نفسه، وأثناء وجود الحالة أيضا بإمكانه أن يستعمل منتجاتنا كعلاج. منتجاتنا خاصة بإيقاف تساقط الشعر، نعم، وتحفيز نموه ثانية، والحد من البياض، يعني يوقف الشيء ولا يعيد الشعر الأبيض إلى حياته الطبيعية، لكن يوقف الشيب، يؤخر الشيب. نعم. في نهاية لقائنا أستاذ، أنا أحب أشكرك على تواجدك ويانا في وكالة أرض آشور الإخبارية. نحب نسمع من عندك كلمة أخيرة. نشكركم على هذا اللقاء، والكلمة الأخيرة أريد أوجهها إلى شبابنا وشاباتنا، وأقول لهم الوقاية خير من العلاج. قبل أن تفقد جمال شعرك وتاج راسك، أن تحافظ على جمالها وقوتها ولونها ولمعانها الطبيعي، بأن تبدأ باستعمال منتجاتنا. وأيضا أخاطب الجيل الأكبر منهم لعلاج الحالات الموجودة لديهم من التساقط أو الضعف أو أي معاناة في فروة الرأس وشعرهم. شكرا جزيلك. إذن أحبتي المشاهدين، ختاما تقبلوا تحياتي، أنا الدكتورة إنجي مؤيد، مع السلامة.